قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو بأن تحركات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أوروبا تقود إلى تنامي الخطر العسكري. وأكد شايغو خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجكستان بأن موسكو اتخذت الإجراءات المناسبة ردا على تهديد أنشطة الناتو العسكرية. إن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المنطقة الأوروبية لزيادة الاستعداد القتالي لقواتها وتعزيز وجودها في المنطقة تقود إلى تنامي الخطر العسكري. نرى كيف يجري تحديث البنية التحتية العسكرية وتكثيف التدريبات، كما أن المشاعر القومية في أوكرانيا تغذي النزاع المسلح في دونباس. معنا من موسكو مراسلتنا أريج محمد، والمزيد عن هذا القلق الروسي من تحركات الناتو في هذه المناطق. نعم فضيلة، تقليديا موسكو تقلق من أي مناورات أو تحركات يقوم بها حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في الناحية الأوروبية وما تعتبره قريبا من حدودها. هنا وزير الدفاع الروسي في آخر تصريحاته يقول أن موسكو أو القيادة العسكرية الروسية بالأحرى تراقب عن كثب وباهتمام بالغ التحركات الخاصة بالتحضير لمناورات ديفند يوروب لهذا العام، والتي من المقرر أن تجري بين شهري مايو ويونيو القادمين. في إطار هذه التحضيرات وفي إطار هذه المناورات يقوم الجانب الأمريكي باستخدام بنية تحتية عسكرية إلى دخوم قريبة من روسيا أو مواقع قريبة من روسيا. وفي إطار ما تدلل به موسكو على هذه التصريحات تقول إنها سجلت وصول اللواء المشاة رقم 53 التابع للفرقة 29 من الحرس الوطني الأمريكي إلى أحد الموانئ الألبانية، وجنبا إلى جنب مع ذلك هناك وصول ل 750 وحدة من المعدات العسكرية وصلت أيضا إلى هذا الميناء. هذه التصريحات فضيلة حقيقة تأتي بعد تصريحات أخرى كان قد أدلى بها شايغو منذ أيام، أعلن من خلاله انتهاء المناورات التي شاركت فيها المنطقة العسكرية الجنوبية والغربية الروسية، وكان قد أوعز إلى الوحدات العسكرية الروسية بمواصلة متابعة أي خطوات تراها غير مؤاتية من جانب حلف شمال الأطلسي ناحيتها، لأن روسيا يعني تسجل أيضا أن هذه المناورات الأخيرة التي سيقوم بها حلف شمال الأطلسي هي الأضخم منذ الحرب الباردة. شكرا لك أريج محمد في موسكو.